المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة اللي هي بطول تقريبا 4 كيلو واثنين من عشر، دي فيها يا فندم أربع جامعات، الجامعة اللي احنا فيها جامعة المنصورة الجديدة، جامعة الأهلية اللي هي على بعد 2 كيلو من هنا اللي هي إحدى الجامعات المنبثقة من جامعة المنصورة، عندنا جامعة الدلتا، وعندنا كمان جامعة المنصورة التكنولوجية. فالأربعة دول بيكونوا مدينة نقدر نقول عليها علمية زيها زي اللي اتعمل في برج العرب على سبيل المثال، تنوع المؤسسات التعليمية في مكان واحد. الجامعة بتقع على مساحة 127 فدان، التكلفة التقديرية ليها 13.5 مليار، ده إجمالي المشروع كله. المرحلة الأولى اللي احنا بنفتتحها النهاردة 7 مباني 4.5 مليار جنيه. بدعو زميلي الدكتور معوض رئيس الجامعة يدينا نبذة عن المشروع قبل التفقد معاه. أهلا وسهلا فضيلة الرئيس. الحقيقة أنا بس اسمح لي في البداية أنقل تحيات طلبة جامعة المنصورة الجديدة ومنسوبيها لحضرتك وجميع الحضور الكرام، ويسعدني أن أنا أقدم لحضرتك نبذة صغيرة عن جامعة المنصورة الجديدة، وهي حلم حضرتك حلمته ووعدت به الشباب في أحد مؤتمرات الشباب من 2018. صدر قرار جمهوري في 2020، بدينا العمل 2020 يوليو 2020، بعد عام واحد بالضبط بدأنا نستقبل طلاب في جامعة المنصورة الجديدة، وده بيدل على الإرادة. حضرتك اتكلمت النهاردة عن اللي ما يصحش من العشوائيات اللي كانت موجودة ونسيبها كده. جامعة المنصورة الجديدة داخل مدينة المنصورة الجديدة، المدينة الذكية، هو مثال لمجتمع المعرفة، إن أول حاجة بتتعمل في المدينة هو جامعة بتشتغل ومدارس فيها طلبة حاليا. حضرتك مشرفنا في معمل الكيمياء. معمل الكيمياء واحد من المعامل اللي بتقدم خدماتها لطلاب جامعة المنصورة الجديدة في مختلف القطاعات، الصيدلة، العلوم، الطب، طب الأسنان والهندسة كمان. المعمل مجهز بأحدث الأجهزة، ساعته في حدود 25 طالب، طلاب اللي واقفين قدام سيادتك طلاب كلية الصيدلة. البرنامج طبعا برنامج مختلف محطوط بمعايير قياسية عالمية، إن شاء الله يبقوا تنافسيين ويساهموا في تحقيق رؤية الدولة في مجال توطين الدواء وتقديم الرعاية الصحية للمرضى. ولادنا النهاردة بيعملوا تحليل للمواد الخام، المواد الفعالة سواء في صورتها الخام أو في المستحضرات الصيدلية. حاجة بعيد عن الشغل، بعيد عن الدراسة. أنا عايز أسمع منكم صحيح بعيد عن الدراسة ده خلاص. أنا عايز أسمع منكم صحيح أي رقم أي تعليم. أنا عايز أستخدمكم لو عايزين تبقى خلاص مش عايزين تبقى حاجة عن أي حاجة اللي هي عايز أعرف أي حاجة في كل حاجة. هم قالوا يزوروا فرحانين قوي قوي قوي. فرحتوا دايما، ربنا يوفقكم. شاكرين. اتفضل شاكرين. السلام عليكم. جامعة المنصورة الجديدة بترحب بفخامة الرئيس. يا شباب هنا رحت هناك هنا كده بنرحب بفخامة حضرتك. انا دكتورة ولاء حامد، مدرس هيستولوجي بكلية الطب، ومادتنا كهيستولوجي في جامعة المنصورة الجديدة هنا متاح ليها كل وسائل التكنولوجيا الحديثة والتقنية العالية، بداية من ان احنا بندرس الحاجات اكتوال، يعني دي عينة من جسم طبيعي، بناخد العينة دي وبنتفرج عليها على الديجيتال مايكروسكوب اللي موجود معنا هنا. ده الديجيتال مايكروسكوب بنشوفها. الطالب بيتابع معايا هنا على السمارت بورد، بيشوف معايا كل حاجه تحت المايكروسكوب. مش كده وبس، ده بيكون معاه السمارت فون بتاعه نازل عليه ابلكيشن اسمه اللابوسكوب. ده ابلكيشن ممتاز جدا، بقدر انا اتواصل معاه عن طريق الايباد ده، اعلم على الحاجات المهمه اللي هو ممكن يستفيد منها، وبياخدها له سكرين شوت تبقى موجوده معاه. مش كده وبس، انا ممكن اسجل له فيديو، ياخد الفيديو ده معاه في البيت يبقى ريفرنس يقدر يذاكر بيه كل حاجه. استاذ حضرتك يعني مثلا احمد ممكن يورينا الاستراكشر اللي موجوده في الديرمز بتاع السكن. السلام عليكم. طالب احمد عادل ابراهيم من الفرقه الثانيه بكليه الطب. الفيرست استراكشر بالنسبه لنا حاجه اسمها الهير فوليكل، وهي الهير فوليكل هي عباره عن مصيله الشعر بتكونتين حاجه اسمها ميلانين بيجمنت، هي صبغه الميلانين، وصبغه الميلانين ده ريسبونس فور الكوريليشن بتاع السكن وبتاع الهير، هي المسؤوله انها هي بتدي للشعر والجلد بتاعنا اللون الخاص بيها. سكند ستراكشر ان شاء الله باذن الله سهيله تقدمه.
السلام عليكم، مع حضرتك سهيلة عبد الحميد عزت، طالبة الفرقة الثانية كلية الطب. عندي مثلا هنا دي حاجة اسمها سبيشيس جلاند. سبيشيس جلاند دي بتطلع حاجة اسمها سيبم. السيبم ده هو اللي بيدي المادة الدهنية اللي على الجلد، هو ده بينعم الجلد، كمان بيحافظ على الشعر. ده ممكن ستركتشر. كمان هنا ده عندنا ده الإبيثيليوم بتاعنا، ألا وهي الطبقة الخارجية بتاعة الجلد، لأن دي عينة متاخدة من هنا عادي جدا، فده تاني ستركتشر. ممكن تساعدها طبعا جدا، ويعني حقيقه من احسن الجامعات الموجوده، وهي فعلا جامعه من جيل الرابع، كل حاجه متوفره لنا، في مودلز، في حاجات احنا ما شفناهاش في اي حته تاني، وده كان احد اسباب ان انا اختار الجامعه دي. والله التدريس بنستمتع بالتدريس ليهم لما كل الفاسيلتيز بتكون متاحه، ما بنحسش بصعوبه توصيل المعلومه للطلبه. زمان كنا بنشوف في المايكروسكوب هما مش بيبقوا شايفين حاجه، دلوقتي انا معايا لايف ستيل بسيل تيشو كل حاجه هو شايفها انا بشاور عليها بشوفها معاه. ف مساعدك انا نفسي اتصور مع حضرتك بس نتصور كلنا مع بعض. حضرتك معالي بنرحب بسيادتك في جامعه المنصوره الجديده، نايل العلاني عميد كليه الصيدله المسؤوله عن المعمل المركزي بجامعه المنصوره الجديده. الحقيقه المعمل عندنا بيهدف لدعم الباحثين في مختلف مجالات العمل، سواء كان قضايا التدريس او الهيئه المعاونه او الباحثين من داخل وخارج الجامعه، لاجراء بحث علمي تطبيقي وربطه بالصناعه بما يحقق رؤيه مصر 2030، وبنساهم في حل المشكلات اللي بتحيط المجتمع سواء كانت خاصه بالتصنيع الدوائي او سواء كانت خاصه بعينات المياه وكيفيه معالجتها. الحقيقه احنا نشرنا اكثر من 55 بحث في مجلات عالميه ذات معامل تاثير عالي، كان 50% منها بيهدف للصحه والعلوم الدوائيه. احنا بنهدف لانتاج دواء مصري محلي باعلى كفاءه واقل تكلفه، وشغالين في أكثر من محور. إحنا عملنا خطة بحثية بتتفق مع خطة البحثية لمصر 2030، كان من في فرق عمل بتشتغل في هذه المحاور، خاصة اشتغلنا على اكتشاف أدوية جديدة لعلاج بعض الأمراض الأكثر انتشارا زي أمراض السرطان ومعالجة الرئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك في جامعة المنصورة الجديدة كلية الطب. أنا دكتورة هلال مرصفة عميد كلية الطب، دكتور إبراهيم عوض عميد كلية علوم هندسة الحاسب، دكتورة سوزي عويدة مدير البرنامج. حضرتك معمل المهارات ده من ضرورة التعليم الطبي حاليا، تغيرت مقتضيات التخرج من مجرد اكتساب المهارات إلى من مجرد اكتساب المعرفة لاكتساب المهارات. المعمل بيشمل مانيكانات بتستخدم الذكاء الاصطناعي، ترابيزة الأناتومياج ودي عبارة عن تابلت كبيرة أو هيوج، في نماذج الصغيرة بتعلم المهارات زي مهارات الإنعاش الرئوي القلبي، التركيب الأنابيب الحنجرية، إسعافات المريض، ونماذج الثلاثية لتعليم التشريح. معنا حضرتك طلبة كلية الطب وطلبة كلية علوم هندسة الحاسب عشان هما اللي بيعرفوا التكنيك اللي ورا الموضوع. نرحب بحضرتك يا فندم في رحاب جامعة المنصورة الجديدة، ونشكر حضرتك تشريفك لينا في ندوة مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات والتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. الحقيقة يا فندم الندوة دي هي سلسلة من الندوات أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتوعية الشباب الجامعات.
احنا النهارده فعلا شايف سعادتك لينا نكون دي نادي رقم 300 من ندوات مؤسسه الحياه كريمه والمجلس الاعلى للجامعات في خلال شهرين هم عمر انطلاق المبادره وانطلاق الندوات. الحقيقه يا فندم احنا وصلنا لعدد حضور من الطلاب اكثر من 31,000 طالب حضروا الندوات التعريفيه ب 27 جامعه وحوالي 272 كليه يا فندم. الحقيقه يا فندم عدد المتطوعين وده اللي ابهرنا كلنا اللي يعني ابدوا رغبتهم للتطوع في المبادره الرئيسيه حياه كريمه اكثر من 8,000 طالب في الجامعات المصرية وحاليا في إطار التنسيق لبدء النزول الميداني مع زمايلنا الطلبة اللي موجودين. طبعا يا فندم كان دايما بيعقب كل ندوة بننزل قرية من قرى حياة كريمة. تم تنفيذ أكثر من 47 زيارة مدنية ل 47 قرية من قرى حياة كريمة بحضور إخواتنا طلبة الجامعات وحضور اكثر من 8,000 طالب وعضو هيئه تدريس ومتطوع ومنسقين مؤسسه الحياه الكريمه. احنا يا فندم حقيقي سعداء ومبسوطين بوجود حضرتك فينا لينا تشريفك يا فندم المبادره المدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكرك وبشكركم جميعا ان انتم موجودين يعني تتعرفوا على البرنامج ده، لكن انا الحقيقه كنت عايز بعد انتم ما اتعرفتوا عليه وانتم من اهل المحافظة هنا تقريبا كل الكتلة اللي موجودة قدام مننا الشباب والشابات اللي موجودين، انتوا رأيكوا ايه؟ لان هنا احنا بنشتغل كبرنامج بالدولة بتنفذه وانتم في بعضكم اتصور بيشوف ده بيتعمل جوه القريب منه او يمكن معاه. موضوع حياة كريمة ده برنامج الدولة كانت عايزة تعمله من سنين طويلة يا دكتور مصطفى. بدليل ايه؟ ان كان في خطه للصرف الصحي للقرى في مصر. وهنا يهمني اقول لكم على حاجه، مش الفكره فكره ان احنا بنعمل، الفكره ان احنا بنقول هو ده بيتعمل ليه ما اتعملش قبل كده وبيتعمل دلوقتي ازاي. قبل كده كانت الحكومه اتصور لما انا توليت دكتور مصطفى كان 18% اللي كان خلصان في الصرف الصحي 11. فده معناه ايه؟ كانت الدوله بتخش تحاول تعمل لكن بيقابلها تحديين. استقرار المسار، استقرار المسار يعني ايه؟ ان هي تقدر تحط خطه والخطه دي لما تيجي تنفذها تنجح. طب ما كانتش بتقدر تكمل فيها ليه؟ لان اولا في تكلفه مش مستقره، يعني تكلفه الانشاء بتاع لو انا حطيت خطه لموضوع لمده سنه او اثنين او ثلاثه، التكلفة بتاعت أول سنة غير تاني سنة غير تالت سنة، ده الواقع اللي كان موجود. اتنين، إن حجم التمويل المطلوب كان ضخم جدا. حجم التمويل كان ضخم جدا. ثم في بقى حاجات بتقابلهم في الواقع، إن أنا بعمل تخطيط على 1000 وما ألاقي بعد سنة بقوا 1050 زادوا. فأنا داخل في سبق، مش أنا. الفكرة، المبادرة، الخطة داخلة في سبق مع التطور. وبالتالي ما كانتش الحاجة بتخلص. إحنا قلنا هنعمل إيه؟ قلنا هنحاول في خلال 3 سنين يا جماعه، انا دي فرصه ان احنا نتكلم في خلال 3 سنين. طب احنا، وانا بقول لكم عشان نبقى كلام على الهوا، طب احنا قدرنا المرحله يا دكتور مصطفى نخلصها في السنه زي ما اتفقنا؟ ما قدرناش. 80%. طب ما قدرناش ليه يا محمد؟ لاسباب كتير، منها ان طبعا الظرف الاقتصادي كان ليه تاثير اللي هو بتاع التداعيات بتاعت الازمه الروسيه. النقطه الثانيه، أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا، إن إحنا فوجئنا إن قدرة الشركات اللي موجودة في مصر مع حجم النشاط اللي بيتعمل مش قادرة تدخل تخلص ده في سنة. مظبوط. فأنا بقوله مش عشانك أنت محمد، أنا بقوله عشان الشباب اللي موجود معانا هنا وعشان حتى الناس اللي بتسمعنا في القرى يقول لك إيه، طب إحنا نصيبنا إمتى؟ إحنا هنخلص ده إمتى؟ إحنا كان تخطيطنا، وأنا قلت الكلام ده ولو رجعت وكلمت هتقول لي بتمنى ان احنا خلال 3 سنين، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وقلت 700 مليار جنيه واتمنى ان يبقوا 700 مليار جنيه. النهارده مش 700، النهارده يمكن يعدي التريليون جنيه. 300 مليار مبلغ مش بسيط، دي نقطه. ولكن الاهم منه كله ان احنا فوجئنا ان المواد اللي بتخش في الشغل كميتها اللي موجوده والانتاج بتاع الشركات ما يلبيش ان احنا نقدر، يعني سواء كان المواد او العمل اللي حياتك بتبني مصر. لا لا لا، انا بتكلم على حياه كريمه، لان الرساله لازم توصل للناس يا محمد. مظبوط. توصل للمواطنين يقول لك ايه، انتوا وعدتونا يا دكتور مصطفى واحنا مش عايزين نوعد يا ابني، وبعدين احنا نخلف وعدينا مع الناس. احنا وعدنا مع يعني بقول لهم خلي بالكم
وعدنا قائم ان شاء الله، وعدنا قائم بان احنا ننجز ده في اسرع وقت ممكن. نعم. بس خلي بالك انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على اللي احنا ال 52 53 مركز يا دكتور، اللي احنا المرحله الاولى، فهو ده القرى اللي فيهم ال 1500 قريه اذا كنت انا فاكر، هو ده اللي احنا اللي انت ممكن تكون قريتك منهم. لان احنا لما دخلنا في المحافظات، ما قلناش استهدفنا محافظه، لا احنا استهدفنا اكتر قرى اذا كنت انا فاكر صعبه، وقلنا نبدا بيها اللي هي ايه اللي كانت فيها الخدمات والبنيه فيها صعبه قوي، نسبه الفقر عاليه. لا مش الفقر المالي، اقصد الفقر الخدمي. انا موافق معك على الكلمه دي، ان انا كنت بقول ان دي القرى اللي حالها صعبه قوي الناس. طب نبدا بيهم اللي عنده يعني قريه 5 على 10 6 على 10 ممكن نخليها في المرحله الثانيه، القريه اللي فيها 7 على 10 ممكن نخليها للمرحله الاخيره. اللي انا بفكر فيه دلوقتي وده اول مره يمكن اقوله للدكتور مصطفى ولكم، ان احنا بنفكر طب هل من المناسب، وده امر محتاج يعني ان احنا ندرسه كويس يا دكتور مصطفى، ان احنا نبدا المرحلتين مع بعض. اذا كنت بقول الشركات مش قادره، لكن انا فكرت كده، انا فكرت يا محمد كده، قلت ايه طب انا بقى بما ان انا مش قادر اخلص في سنه، طب انا اقدر اخد مرحلتين مع بعض. التحدي اللي بيقابلنا في ده، وانا وانت شباب متطوع، والشباب المتطوع هنا مش بس ان يكون روحه موجوده مع الفكره، لا هو مهم قوي انه يكتسب الخبره ويعرف يعني ايه يدير امر وينجحه ويتغلب على المشاكل اللي موجوده فيه، لان مفيش موضوع تقدر تشتغل فيه في اي حاجه سواء كانت دولة متقدمة أو دولة غير متقدمة إلا ما هتجد في صعوبات بتقابلك. دي طبيعة الحال، طبيعة أي عمل. تقدر بإدارتك محمد أنت والناس اللي إحنا بنتكلم إن هم بقى متطوعين، وأنا بشكر كل إنسان في مصر يتطوع لعمل ويقدم خدمة لأهله. أهله مش مهم يكون أهله مباشرين، لا أهله هو أهل مصر. اللي يقدر يعمل ده حاجة جميلة جدا جدا وأجر كبير جدا جدا. وعايز أقول لكم عشان بس برضو ناس كتير تبقى متصورة إن ممكن ده ما يكونش ليه مقابل عند ربنا، لا، اللي يساعد الناس ويبني للناس ويحسن حياة الناس تصدقوني ربنا سبحانه وتعالى هيساعده، لأن هو في النهاية هنا مش مقابل مادي بقى، أنا بعمل ده عشان أخد حاجة فخلاص. لكن اللي بيعمل ده عشان يرضي الناس ويساعدهم ربنا لازم هيساعده. فانا يعني بقول لمحمد وبقول لكل اللي يمكن ما جاتش فرصه انه يتكلم ان احنا البرنامج ده حلمنا، حلمنا كلنا مع بعضنا. وانا ان كان ليا كلام اقوله للشركات اللي بتشتغل وللشركات المنتجه، حاجتي الشركات اللي بتشتغل من فضلكم مزيد من الجهد، مزيد من الجهد عشان نقدر المستهدفات نقدر نحققها. والشركات المنتجة يعني طبعا في آليات سوق وفي عرض وطلب، بس على مهلك ولا يا دكتور مصطفى؟ على مهلك يعني ايه يا محمد؟ يعني بالراحة. بالراحة مش كده؟ أنا بشكركم جدا جدا وسعيد بيكم، ربنا يوفقكم.